الله سبحانه وتعالى ذكر الحجاب في موضع آخر بالجلباب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالجلباب هو ثوب ساتر يغطي الرأس ويغطي الصدر ويغطي الظهر وهو فوق الثياب، هذا هو الجلباب. فهو يشبه الملاءة أو العباءة أو غيرها من الملابس التي تلبس فوق الثياب. فهنا التعبير القرآني بالجلباب، ولهذا كثير من العلماء يعبرون عن الحجاب بالجلباب. وكذلك في موضوع آخر في القرآن الكريم عبر بالخمار، قال الله سبحانه وتعالى في صفة نساء المؤمنين قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالخمار هو شيء يغطي الرأس ويضرب على الجيب، والجيب هو فتحة الصدر، يعني يستر فتحة الصدر. ومن هنا قال بعض أهل العلم إن المقصود تغطية الرأس والصدر بناء على ظاهر الآية. وقال آخرون إن المقصود أنه إذا ضربت المرأة بالخمار من رأسها على صدرها معناه أنه مر بوجهها فغطت الوجه. فوجد هذين القولان وهما داخل دائرة الحجاب الإسلامي، لا يستنكر هذا المعنى، ولسنا بصدد الحديث عن هذا التفصيل. لكن المقصود هنا أن الآية الكريمة ذكرت الخمار وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والآية تحتمل المعنيين. وكذلك في السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني الخمار الذي يغطي رأسها، لأن قد حتى لو كانت بعيدا عن الرجال فإن المرأة في صلاتها لابد أن تغطي رأسها وتغطي صدرها. هذه النصوص تجدها مرتبطة بموضوع ترك التبرج، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، مرتبطة بغض البصر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للنساء يغضضن من أبصارهن، مرتبطة بالستر، مرتبطة بمعاني تتعلق بالعفة والحشمة يعني المحافظة على جسد المرأة وعلى معناها. فهذا يؤكد، ولذلك العلماء تكلموا عن هذا الموضوع في أحكام النظر وفي أحكام البصر، حتى إن ابن القطان له كتاب اسمه النظر في أحكام النظر، ذكر في كل ما يتعلق بالأحكام، وبالتالي ذكر أحكام العورات كلها يعني.